السلام عليكم، واش راكم تكونوا بصحه جيده يا ربي. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ده غنبدا بديل الى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخباركم تكونوا تكون بصحه جيده يا ربي. ايوا كما كتشوفوا اختي الجو زوين في الرباط، زيد غدي غزاله هنا والبروديه اختي ما نقولش لكم. دابا اختي غادي نمشي نتقضى شي امر مع خويا جا. اليوم عيد الميلاد ديالو اختي، نديرو ليه عيد الميلاد، نديرو ليه واحد شي يقولوا ليها مفاجاه. ندير ليها مفاجاه. كتبان اسماء؟ لا اسماء ما كتبانش. غندير لي مفاجاه ودابا انا غادي انا واسماء نمشيو اختي نجيبو شي امور في الضوحه ونرجعين ان شاء الله. يلا بقاو معايا. جد قلت لكم بانكم درو من اللي مفدع ودر شاك سكوتش ما صافيش حتى الطارو. جيت شي نيت شي ايوا نتوما كيما كتشوفوا دابا غتقدينا الدمو داكشي اللي خاص واسماء بانت. كيما شفتوا راني دابا رجعت دابا نقادو الديكور. ايوا ملي هنايا نقادو الديكور ان شاء الله ونقادو البيت ونقادو المسائل غنوري لكم. المهم داكشي صراحه خديتو غزال هنا مازال رخيصه الدنيا صراحه. الاثمنه عندهم جد جد مناسبه بزاف كاع والله العظيم. وصافي نتوما كيما شفتوا انا يلاه دخلت رقيت على داك الزيت والشعر الكحل غندبس عليها في جانتي. والمهم تنقد كلشي باش نشوف كيفاش هو. كيفاش هذا عندنا زوينه غزاله. المهم يلا كنشكر راسي على براسي براسي. يلا المهم انا نقد داكشي وانا معاكم. نجيب هذوك الارقام اللي كيطبخوا. هذه زوينه، هذه كبيره وثمن مناسب بزاف. 25 درهم فقط باش خديتها وخديت النفاحات. صافي سيف الدين اختي راه دار لينا الطياره يا اختي. هذا عرفتي راه دار لينا الطياره. المهم هانتوما هادي غنفخوهم وصافي ودي ساتر على الفرن. ودي ساتر كما كيما شفتوا تبارك الله الديكور اللي درنا. صافي على قد الحال راكم عارفين على قد الحال كما كيقول الواحد. المهم حنا راه قادين هذاك الشيء مزيان وصايبناه. صافي انتم كما كتشوفوا عيد ميلاد كيفرحني ولي كنفرح خوتي وكندير لهم شي حاجه زوينه. فالله يفرحك والله يسعدك والله يزيدك طول العمر يا ربي. انت وديك بنت الناس الغزاله الله يخليها ليا، انسانه رائعه. نتمنى لكم السعاده وطول العمر يا ربي. 31 عام ان شاء الله ياك الله بهذيك الحياه اخويا والبنات وليدات يكونوا زوينين. انا نربي وليت تبقاش تشدوا وليدات خويا يا ربي. المهم انتما كما كتشوفوا صافي هذا الديكور تنزل ديك الخاليه. شوفوا دابا صافي راه سالينا الطبيله ديالتي يا اختي. ها انت هما. المهم راني قديت كلشي انا وبنت خالتي اسماء
ايوا سالينا قدينا وخالتي تبارك الله درت الكورس درت الكيكه حتى هي وجداتها في الدار. ايوا صافي المهم ان شاء الله حتى يجي عادي راه ما في خبر والو خرج هو ومرتو. ايوا صافي حتى يجي ان شاء الله نسول لكم المفاجاه اوكي غيكون رد الفعل ديالتو يا اختي يلا. ايوا نتوما كيف ما شفتوا التحضيره ديال عيد الميلاد حضرنا داكشي بسيط جدا جدا كيف ما كتعرفوا ديال ولاد الشعب. المهم لعقاش كانت ارتي اخر لحظه فكرت ندير لي عيد الميلاد في اخر لحظه فكرنا فيها ماشي زعما فكرنا فيها شحال هادي ولا نايد. كنت دخلت للصفحه ديالته ولقيت بانه حاطه اليوم عيد الميلاد ديالي في اخر لحظه مشينا تقدينا وجبنا داكشي اللي خاص ودرنا هذا العيد الميلاد البسيط ديال ولاد الشعب. ها نتوما واخا بجرة المهم ها نتوما المهم قبلوا علينا باللي كاين. المهم ها نتوما كما كتشوفوا هنا راه 31 عام زعما قفلها بطولة العمر يا ربي وخذينا هاد الحلوات هادو صراحة بنين يلا يعطي الصحة لديك المخبازة اللي صورت لكم تبارك الله على حلوتهم رائعة بزاف عندهم ملفي خطيرة يا البناتي. وانتم كما كتشوفوا سيف الدين هنا فرحان هنا راه خويا هو اللي اللي مفاجاه دابا حنا بنا نديرو مفاجاه هذا المفاجاه لسيف الدين خذا لي هاد النونوس هذا هاد القنيه وخذا لي واحد اللبسه زوينه قلت لها واحد كل واحد كيدير في المفاجات الاخر فالله يخليك ليا والله يطول لي في عمرك يا ربي. امنيه امنيه سيدي الله يخليكم لينا والله يطول لينا في عمركم امين وشكرا بزاف امين جوي ديفيرسي الله يحفظكم لينا يا ربي شوف زاد العقل كل سيد ونفرح بيكم فرحة الوليدات امين ويخلينا لك يا ربي بارك اسمع بارك وضل عليك ودي حاضر عليك يوش كادو باركي تجي إما محمد ما غير لهم حسيت انا كما شفتوا صافي هذا هو العيد الميلاد خفيف ظريف اللي وجدنا في اخر لحظات ديال ولاد الشعب. كيف ما كتعرفوني دائما فينا نمشيو شي قهوه ولا شي بلاصه ولكن لا حنا دائما دائما متواضعين الحمد لله وتنديروا شي حاجه اللي متواضعه ولا على قدنا الحمد لله. فيكفي اننا نفرحوا ونشطوا مع العائله ونضحكوا معهم كي بحال هذه الاجواء هذه فالله يخليكم ليا فيديو الجاي ان شاء الله ان شاء الله يكون زوين زوين بزاف. مشينا للمدينة ومشينا لحسان وتلاقيت مع متتبعين كتار اللي كيحبوني فشكرا لكم بزاف 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 واستمتعنا فكان واحد النهار اللي غزال صراحة وزوين بزاف صراحة. لمة العائلة راه شي حاجة اللي هي زوينة والإنسان دائما يكون قلبه طيب باش يلقى داكشي اللي بغا وما يديها في حتى شي واحد وما يتسوق حتى شي واحد ويعرف أن الحياة كتستمر ويعرف أن الدنيا راه فايتة ويعرف بأن راه ما كاين حتى شي حاجة غيديها معاه من غير هاد اللحظات هادو اللي غادي يعيشها وما يتسوقش لحقاش الناس داوين داوين فيك. هادشي اللي كاين نتمنى لكم تكونوا هما هادوك.